يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ ازاي انا خسيت وخسيت قد ايه وخسيت ازاي ومن غير دكتور ازاي وكل التفاصيل دي. كذا حد فيكم يا بنات اخد باله من الموضوع ده، فانا مبسوطه جدا لان في ناس عايشه معايا في البيت ما اخدتش بالها لانها طبعا عايشه معايا فشايفه كل التطورات دي. فاهمين قصدي؟ الواحد لازم يشوف كده بعد 5 6 اسابيع مثلا عشان يشوف جسمك اتغير ولا لا. خسيت من غير دكتور، من غير نظام غذائي، من غير حاجات كتير قوي. ف عايزه بس اوريكم انا مذاكره لكم حاجات قد ايه عشان بس اقول لكم انا خسيت ازاي. فما تبخلوش عليا باللايك والشير، ويلا بينا على طول نحط سبسكرايب للقناه لو انت ما شفتي طبعا يعني، ولو انت شفتيني قبل كده وعارفاني وعندي في السبسكرايبر لازم تشيلي السبسكرايب تحطيه تاني، وبعدين تفعلي الجرس على الكل عشان في حاجات اوقات مش بتوصل لكم بسبب ان اليوتيوب دايما بيلاقي الناس اللي مش متفاعله في القناه بيبعدوا عني. خليكم معايا، حضروا اي حاجه. عموما انا بشرب بقيه النسكافيه بتاعي بتاع الفطار، ونكمل الفيديو سوا. يلا بينا على طول. مبدئيا كده حلوياتي، التجربه كانت حلوه جدا جدا. انا من الناس اللي كانت بتخس وبترجع بتخس وبترجع، وده سبب حاله نفسيه. انا بكون عندي حالتي النفسيه وحشه. قبل الجواز ما كنتش باكل، يعني كنت ببقى متضايقه فما كنتش باكل، فكان دايما جسمي مش منتفخ كده او مش مليان كده. لكن بعد الجواز هرمونات بقى والحياه كلها اتغيرت اصلا، فاي حاجه بقت مضايقاني بقيت افش غلي في الاكل في ان انا باكل، وده حاجه غلط جدا جدا لان الاكل ده اسمه اكل عاطفي او جوع، سوري اسمه جوع عاطفي. فلو انت مثلا تبقي متضايقه من حاجه وغضبانه من حاجه تلاقي نفسك عماله تاكلي بحيث انت عايزه تعوضي الاكل دوت او تعوضي الاحساس اللي انت فقدتيه في الاكل. فمبدئيا لازم نبعد ولازم نفهم يعني ايه الجوع العاطفي. اول ما تحسي بجوع عاطفي اول حاجه اسالي نفسك انت لو كلتي دلوقتي هترتاحي؟ هتشبعي؟ يعني حاسه انت جعانه بجد؟ هتلاقي نفسك بتقول لك لا ان هي مش جعانه، خاصه انك ممكن تكوني واكله قبلها بساعتين ثلاثه، فاوريدي انت لسه الاكل موجود في جسمك، يعني انت لسه ما جوعتيش. الا اذا في حالات خاصه ومرضيه، وانا مريت بيها في اول السنه وكان عندي حاجه اسمها الميكروب الحلزوني او جرثومه المعده. الميكروب الحلزوني دوت خطير جدا جدا لانه من الاسباب الرئيسيه اللي ممكن يا اما تحسسك بالشبع الدائم لدرجه ان انت ممكن تخسي وتبقي زي العصايه من كتر ما انت مش جعانه وما بتاكليش، وممكن توصلك لمرحله تخن مش طبيعيه عمرك ما وصلت لها في حياتك، وتبقي جعانه ودايما عندك شراهه في الاكل، وتاكلي بعدها بساعه تحسي انك ما اكلتيش حاجه وعايزه تاكلي تاني. فده اللي كان حصل معايا، ان انا جاتلي موضوع بشراهه وشهيه مفتوحه وعايزه اكل كتير، ف كنت باكل كتير قوي، فبالتالي وزني زاد قوي، فبقتش فاهمه في حاجه غلط. بصحى عايزه استفرغ، اعزكم الله، ببقى عندي احاسيس كده ومرض ربنا يعافيكم عنه. لو انتوا عايزين اتكلم عن الموضوع ده يبقى كلموني، يبقى قولوا لي في الكومنت وانا ابقى ايه اعمل لكم عنه فيديو. المهم قررت من بدايه شهر 9 كان احسن شهر بالنسبه لي في السنه لحد دلوقتي، احسن احلى شهر، لان الشهر دوت انا اكتشفت نفسي ان انا فعلا بعرف انتظم على الحاجه اللي انا عايزاها، ان انا فعلا عندي هدف، ولما احط هدف في دماغي فعلا بحققه. ف اكتشفت نفسي فيه قوي، عملت فيه حاجات انا مبسوطه بيها قوي، غيرت من نفسي ومن حياتي ومن شخصيتي ومن نظامي الغذائي في كل حاجه. اول حاجه كنت بعملها بقى، تعال نخش الخطوات كده بس عشان انا طولت عليكم قوي رغيت. اول حاجه في الخطوات ان انا كنت اول ما بصحى، تمام، اول ما بصحى من النوم كنت بجيب كوبايه ميه عليها نص ليمونه، تكون الميه دي ازودها ميه مغليه وميه دافيه، فتبقى الميه دافيه فتره بدفى كده شويه، وبعدين اقعد اشرب فيها براحتي، مش اقعد ماسكه وانا واقفه في المطبخ امسكها ادلقها، لا كنت بقعد عادي وبقعد اشرب فيها بقى، امزمز فيها براحتي خالص واشرب زي ما انا عايزه لحد ما اخلصها على الاخر، وانا ماسكه الموبايل بعمل حاجه، بشوف ابني محتاج حاجه، ماما كنت انا في القاهره وقتها ماما محتاجه حاجه وكده، وكنت ببدا بقى ان انا اشربها ايه واحده واحده. كنت بحس بشبع مش طبيعي، كنت حاسه ان انا شبعانه، ممكن اكل بعد ما اصحى بساعه ساعه ونص، يعني ساعه ونص ساعتين كمان. طيب دي اول خطوه، اول ستيب معانا هي الموضوع ده. تاني ستيب السلطه، السلطه مهمه جدا جدا. انا كنت بدخل السلطه في كل الوجبات بتاعت اليوم بتاعي، اي وجبه كنت باكلها كنت على الاقل لو ما فيش سلطه يبقى في نوع من انواع الخضار، تمام. طيب شرب الميه قبل الاكل، شرب الميه قبل الاكل مهم وخطير جدا جدا. اولا انا كان وزني قرابه 90 كيلو، فكان المفروض ان كل 30 كيلو تشرب لتر ميه، يعني انت لو وزنك مثلا 60 كيلو انت عايزه 2 لتر ميه في اليوم، ده اساسي. فانا كنت قرابه 90 كيلو، فكنت بشرب 3 لتر ميه في اليوم، حرفيا كنت بشربهم 3 لتر، وممكن كنت بزود كمان
وكنت بحس بتحسن رهيب جدا في شكلي وبشرتي. انا في يوم انا فاكراه كويس جدا، بقالي كنت مشغوله بقالي ايام ما كنتش ببص في المرايه من كتر ما انا مشغوله، وجه في يوم بصيت كده على وشي بغسل وشي، انا اتفاجئت، انا حسيت ان بسم الله ما شاء الله وشي كده فيه نضاره، وما كانش فيه حبوب وما كانش فيه اي حاجه، وكان مسام شكلها متظبط وتحت عيني حلو. وقتها اكتشفت ان انا فعلا الحمد لله ماشيه في الطريق الصح، لكن وقتها ممكن يبقى في حبوب شويه لان انا ملخبطه يعني في الاكل. الميه بقى اللي هي قبل الاكل، اللي هو انت قبل انت وانت حطيتي الاكل خلاص اوريدي وجايه تاكلي، لا خدي كوبايه ميه اشربيها برضو على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، اشربيها 3 مرات، يعني اشربي كوبايه ميه 3 مرات سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، وفي نفس الوقت تشربيها بهداوه فهتبقى تملى معدتك، ما تخليكيش تاكلي كتير. كنت بقاطع العيش والمكرونه والرز، بس ما كنتش بقطع التقاطع او المقاطعه التامه، لا انا كنت باكل لما كنت كان في رز ما باكلش مكرونه ولا اكل عيش، لو في مكرونه ما كنتش اكل عيش ولا رز وهكذا، هو انا اكل صنف واحد بس، وكون يكون ليه كمان عدد معالق محدده، ما كنتش باكل يعني اي اكل وخلاص، او ما كنتش باكل مثلا باي كميات او نشويات كلها بالطريقه دي مع بعضها. وكنت كمان مقطعه البطاطس المحمره تماما، كنت شايله من القاموس بتاعي لان انا بحبها قوي فباكل منها كتير، لكن مثلا الطعميه كنت اوقات باكل طعميه متحمره عادي في الزيت يعني غصب عني، بتبقي شهيتك مفتوحه على حاجه، وده هيدخلنا النقطه اللي بعد كده. بقى اللي بعد كده وهي مهمه قوي، اللي هو انت ما تحرميش من نفسك من اي حاجه انت حابه تاكليها، اي حاجه انت حابه تاكليها ما تحرميش نفسك منها، تقولي انا في دايت انا في نظام غذائي انا مش هينفع اكل ده لا اتخن انا مش عارف ايه، لا انت اول ما تعملي في نفسك كده هو دايما الممنوع مرغوب، يعني اي حاجه تمنعيها عن نفسك تلاقي نفسك شهيتك بتروح ليها، تلاقيها عماله تتعرض قدامك في التلفزيون كتير او في الموبايل كتير، او تلاقي حد عملها جنبك، فبتبقي انت عماله تعافري وتحاربي جواكي، وفي الاخر بتستسلمي، بس وقت استسلامك بيبقى الوقت الغلط، ان انت ممكن تاكلي كميه كبيره قوي منها. مثلا عايزه اشتري اكل شيبسي مش هينفع مش عارف ايه بتاع، لو احنا قاطعينه دلوقتي مش هناكل شيبسي خالص، احنا ناكل شيبسي في البيت طبعا زي ما احنا متفقين، هتلاقي نفسك عماله تاكلي كميه كبيره، لكن لو جيتي مثلا لقيتي اختك معاها شيبسي وانت نفسك فيه خدي واحده، هتلاقي نفسك فاهمه بتقنعي نفسك ونفسك استقنعت واقنعت ومش هتاكل منك او مش هتطلب منك تاني انك تاخدي. نفسك في الشوكليت ممكن تجيبي الشوكليت دارك، ممكن لو مش عندك دارك ممكن تاخدي حته صغيره خالص، تجيبي مثلا القالب الصغنون قوي ده والله العظيم زي ما بكلمكم، وتجيبي سكينه تقسميه وتحطيه في الكيس بتاعها مثلا او في حاجه، وكل ما تحسي انك عايزه تاخدي حته صغيره، هتلاقي نفسك شبعتي واقتنعتي ودايما تحسي ان انت مش حارمه نفسك من حاجه، في احساس انك مش حارمه نفسك من حاجه، ده يا بنات احساس حلو قوي، بيحسسك ان انت كده عايشه حياتك عادي، مفيش حاجه انت محرومه منها، لان الانسان لما بيحس انه محروم من حاجه دايما دايما نفسه بتروح لها على طول، فتحسي ان انت متضايقه نوعا ما. كمان كنت بحب اقسم وجباتي على فترات النهار، يعني كنت مثلا اما اجي اصحى تمام بعدها بساعتين مثلا كنت افطر، بعد الفطور مثلا باربع خمس ساعات كنت اتغدى، ما كنتش باكل بعد الساعه 8، كنت الساعه 8 بوقف اكل، ده موضوع ده جدا كان بيريحني جدا جدا، كان بيريح معدتي، كنت دايما بحس ان انا خفيفه ونشيطه، مش بحس ان انا خملانه من كتر الاكل. في اوقات بنحس ان احنا بعد ما ناكل عايزين ننام من كتر ما احنا بنجوع نفسنا، فبالتالي بتاكل كميه كبيره قوي، فبيضطر ان الدم كل الدم اللي يعني مش كل الدم اللي في المخ، معظم الدم اللي في المخ بينزل على المعده عشان يساعدها انها تهضم الاكل دوت كله، فتحسي بخمول شديد وانك عايزه تنامي. علاوه على ذلك ان انا سمعت دكتور كبير جدا دكتور بطنه بيقول ان هرمون النمو اصلا بيجي من المعده، يعني او 400% بيجي من المعده، بيجي من الامعاء مش بيجي من المخ، فعشان كده دايما بتحس ان انت لما بتيجي مثلا تاكل اكل تقيل قوي ودسم قوي تحس ان انت تعبانه وعايزه تنامي، فخلي بالك من الموضوع ده. كمان الموضوع او الصيام المتقطع، الصيام المتقطع انا مش كنت ماشيه عليه كنظام غذائي ان انا بحدد وجبات معينه، انا كنت باكل من البيت كل حاجه بس بالمعقول، وكنت دايما بعمل حركه حلوه قوي هقول لكم عليها بعد ما اقول لكم نظامي في الصيام المتقطع. الصيام المتقطع انا كنت واخداه كساعات مش اكتر، يعني انا كنت واخده مثلا اصوم 16 15 14 ساعه، مش اكتر من 16 ساعه، لانه ده غلط على هرمونات الانوثه طبعا، غلط ما ينفعش تجوعي نفسك اكتر من 16 ساعه، ف
كنت مثلا باكل بعد مثلا 14 15 ساعه من اخر مره، فكنت بوقف طبيعي في الريتش بتاعي الطبيعي 8 بالليل، كان ممكن قبلها وجبه او الساعه 8 كانت وجبه الاخيره في يومي، وبعدين بقعد مثلا اقعد مثلا ساعتين ثلاثه وبعدين بخش انام، ولما اصحى زي ما انتم عارفين انا حكيت لكم في بدايه الفيديو، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، موضوع الميه بليمون. طيب ايه اللي كنت بعمله كان حلو قوي؟ هو ان انا كنت بجيب طبق واحد كنت بحط فيه كل اكلي، يعني كنت بحط فيه الخضار والرز او المكرونه، بحط فيه البروتين، بحط فيه السلطه، بحط فيه كل حاجه انا عايزه اكلها. حرفيا الموضوع ده هو انت اول ما تشوفي الطبق كده كبير العين بتاكل قبل المعده او قبل الفم زي ما بيقولوا، فكل ما تيجي تشوفي مثلا الاكل حلو كده وطبق مليان تحسي ان انت بدايه الشبع جات لك، يعني انت هتاكلي كل ده فانت هترتاحي بقى نفسيا وهتاكلي كل اللي نفسك فيه. فلما كنت بحط الاكل بتاعي كله في طبق واحد وكنت بقسمه كان بيريحني جدا في المواعيد، وكان كمان بيريحني في النوم، شكل الاكل كده بيبقى شكله حلو وفي نفس الوقت مليان والدنيا تبقى لطيفه. انا كنت كمان عايزه اقول لكم على حاجه، موضوع السهر، السهر كتير بيؤدي لجوع كتير او جوع اكبر، يعني ما تسهريش، ما تحاوليش ان تسهري كتير قوي، خلي السهر بالنسبه لك ساعتين ثلاثه عن المعتاد بس مش اكتر من كده، ما تناميش الفجر لان كمان الساعه البيولوجيه في جسمك او نومك يعني انت تنامي كويس هتخسي كويس، بس اختصار كل ده. كمان انا كنت بقول لكم كل نفسكم فيه ما ترحموش نفسكم، ان دوت هيقلل جدا الجوع معاكم، كل ما تحسي انك محرومه كل ما تحسي ان انت جعانه اكتر. فبنوه تاني بلاش تحرمي نفسك من حاجه، كل اللي نفسك فيه بس بكميات. وصلت الجزء ده من الفيديو، فانا عايزه اقول لك ان احنا وصلنا بس لنص الفيديو، يلا بينا نكمل النص التاني، بس حاول كده ناخد بريك قومي كده هاتي اي حاجه اشربيها وانت قاعده معايا في الفيديو لسه ما حضرتيش، عشان الجزء اللي جاي مهم جدا جدا وهيساعدك فعلا تخسري وزن من غير جيم، من غير نظام غذائي، من غير دكتوره، من غير اي حاجه خالص. طيب دلوقتي انا هتكلم معاكم عن الجزء التاني في الفيديو، وهو بقى ابتدي بالرياضه. الرياضه كانت بالنسبه لي شيء مهم جدا، واحسن واحلى شهر في حياتي كلها على مدار 26 سنه انا عشتهم، اكتر شهر انتظمت فيه على رياضه حرفيا، كنت بعمل في الاسبوع كنت بعمل يوم وجالي يوم، اعمل يوم رياضه وجالي يوم رياضه. طب الرياضه بتاعتي كانت عباره عن ايه؟ اول حاجه انا قبل نوع اي نوع رياضه بعمله لاي منطقه في جسمي كنت بعمل رياضه التحميه والاطاله، دي مهمه جدا جدا جدا. كنت كمان بهتم ان انا انوع، يعني مثلا السبت اعمل رياضه للبطن، هفوت الحد واعمل الاثنين مثلا رياضه الذراعين والظهر، مثلا هفوت الثلاث فهعمل اربع الارداف. فكنت مهتمه جدا ان انا انوع من الرياضه، وكنت مهتمه ان انا التزم. والله يا جماعه حرفيا الشهر ده انا كنت مضغوطه فيه جدا، كانت والدتي عامله عمليه كنت قاعده معاها هنا في القاهره، وكان الضغط عليا مش طبيعي، بس الحمد لله بفضل الله لما انت بتعملي حاجه ترضي ربنا بيها ربنا بيعمل لك حاجه يرضيكي بيها. فان انا كنت بتعب جدا جدا وكان مبقاش عندي وقت بقول لكم ابص في المرايه، بس كنت منتظمه ان انا عندي هدف عايزه اوصل له، عايزه اكمل. ان انا كنت اصلا بادئه من وانا هنا في بيتي قبل ما اروح، فما كنتش عايزه او يعني اضيع الاسبوعين اللي انا قعدهم هناك برضو في ان انا اضيع في وسطيهم، لا انا كنت بعمل برضو الرياضه زي ما هي. فكنت تنويع الرياضه بالنسبه لي كان مهم جدا، انا كنت كل ما اجي اعمل رياضه كنت احس ان انا نفسي انشط واحلى، كنت اوقات بعمل رياضه الصبح اول ما اصحى، اوقات بعملها قبل الغدا لما اكون مثلا قبل واكله قبلها باربع ساعات مثلا، كنت اوقات بعملها قبل ما انام واخد شاور وانام. ففي حاجات بتحصل تمام. كانت حاجه بقى بمناسبه الرياضه دي عشان بس ما انساهاش لازم تعرفوها، لو جالكم شد عضلي او جالكم تعب في، يعني انا كنت جالي شد عضلي شديد جدا في الجزء العلوي من رجلي عند الارداف الفخده يعني من فوق، كانت متعبه جدا، كانت متعبه جدا جدا، ما كنتش بعرف امشي خالص. فلازم اول ما تحسي بالموضوع ده اعرفي ان انت اتكيتي قوي على العضله دي، واعرفي ان انت لازم تاخدي راحه وبطلي رياضه على العضله دي خالص لحد ما ترتاح ولحد ما تبدا ان هي ترجع تاني لطبيعتها من غير ما يحصل الم. ممكن تستعيني بالمسكنات، ممكن تستعيني بالمراهم بتاعت الرياضيين، بس خلي بالك ما تتكيش على نفسك لما تحسي بالوجع ده. الحاجة اللي بعد كده عدم التطور والتطور، عدم التوتر والقلق والحزن، ده اكتر حاجة هتخلي جسمك يملى، لان بطبيعة الحال احنا جسمنا كأنثى مختلف تماما عن جسم الرجل. احنا اوقات بيجينا طبعا العادة الشهرية، وفي بنات قبل ما يجيلها العادة الشهرية بيحس ان جسمها منتفخ، جسمها بيعبي مية كده، جسمها مثلا بيحبس السوائل، فاحنا جسمنا بيبقى مختلف شوية، فلازم ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده.
طبعا انا حاسه بحاله حزن. انا بقول لكم مش عدم ما تحزنيش او ما تتعبيش او ما تقلقيش، ده طبيعه فطره الانسان الطبيعيه، لكن عايزه اقول لك ان انت لما تحسي بكده حاولي تعوضي نفسك بحاجه تانية. شربي ميه كتير، اعملي رياضه، شوفي حد من صحابك، كل حاجه انت بتحبيها، اعملي وجبه فري، حاولي ان انت يعني تحتوي نفسك وتطبطبي على نفسك وقت الحزن والتوتر انت بتعدي بيه. كلنا بنعدي بيه اوقات كتيره، اصلا بيحصل لنا زي دروب كده في النص، فاحنا عايزين نبني حياه صحيه، بيحصل لنا دروب في النص مش قادرين نكمل، وحاسين ان احنا بنعمل حاجه في مكان غلط، وان انت بتعملي مجهود في مكان غلط، وان ده كله مش هيجي عليكي بحاجه، بس بالعكس والله. بعدين لما تيجي تبصي في المرايه تلاقي بطنك مشدوده، وتلاقي كده يعني شكل جسمك مرفوع، تلاقي كتافك كده مبقتش فيها لحم كتير فبينا شكل الرقبة، هتلاقي كده احساس الله انا عملت مجهود، ومجهود باين ومجهود واضح الحمد لله. فدي اكتر حاجة هتبسطك وتفرحك قوي وتخليك تكملي. اخر ثلاث حاجات عايزه اعرفك عليهم. اول حاجه كنت بشرب عصير اخضر، لان عصير اخضر كنت بجيب اي حاجه خضره في الثلاجه، اي حاجه يعني فلفل وخيار وليمون، كنت بجيب الكزبره والبقدونس والكرفس والحاجات دي كلها، كنت احطهم في الخلاط واحط عليهم ميه واعملهم كده تمام. تفاح اخضر كمان كان بيديني طعم تسكيره، بيخلي لي العصير مسكر كده، كنت بحط كل حاجه مع بعضها في الخلاط واخلطها واصفيها واشربها، كان احلى عصير ممكن تشربيه، حلاوته جميله، جميل قوي وطعمه حلو. ممكن لو انت ما بتحبيش المزازه اللي بتبقى موجوده ممكن تحطي عسل، او ممكن تحطي فاكهه تكون حلوه زي التفاح او موز، بتخلي جماعه الطعم يروح في حته تانية خالص. طيب الحاجه التانيه من ثلاث حاجات الاخيره، ان انا كنت لما اجي اكل وجبه فري بتاعتي، يعني هدخل حاجه في الوجبه الفري بتاعتي مثلا بطاطس محمره، او هدخل حاجه مثلا هاكلها هي مش ممنوعه عني بس هي السعرات الحراريه فيها عاليه قوي، او مثلا معجنات او كده. صحيح انا كنت عايزه اقول لكم ان انا كنت مقطعه المعجنات تماما، ما كنتش باكل اي حاجه معجنات، لان من اكتر الحاجات اللي كانت بتنفخ لي جسمي وبتدمر لي كل حاجه انا بعملها، لان طبعا سعرات الحراريه عاليه جدا. فكنت بعمل ايه؟ انا كنت بعمل الموضوع الوجبه الفري دوت، انا هحط حاجه في يعني او هاكل وجبه فري لازم اكلها قبل النوم باقل شيء 5 ساعات، ما اكلش قبل كده. يعني انا مثلا لو هتغدى في الطبيعي الساعة 6 مثلا المغرب، لا اتغدى الساعة 4 العصر، وما اكلش يعني بعدها على طول، اكل وجبة فري بتاعتي عادي، وهي وجبة فري، وجبة فري مش يوم فري، ما تبوظيش الدنيا. طيب الحاجة الأخيرة بقى اللي بعد كده، اوقات كتيرة جدا ما كنتش بتعشى، وده مش غلط، لان انا ما بكونش جعانه، يعني ما بكونش جعانه فهتعشى ليه؟ طب انا جعانه وعايزه اتعشى، ممكن تاخدي زبادي يبقى عليها نقطتين ليمون فقط، ممكن تستبدليه بفشار او بحمص، ممكن تعملي كمان بذور الشيا، تحطي معلقه بذور الشيا في ميه وتسيبيها نص ساعه كده هتلاقيها نفخت، هتقلبيها وتشربيها طعمها ملهاش طعم خالص، بس بتشبع جدا، مفيده جدا للشعر والبشره وصحتك، وكمان بتشبع جدا. وده كان فيديو النهارده ازاي خسيت وعملت ايه. والله يا جماعه ده اللي انا عملته، وده اللي انا نزلت وزني عليه، ونزل مقاساتي، انا ما وزنتش تاني، انا اخر مره وزنت لقيت نفسي 89 كيلو، بس انا ما وزنتش تاني. انا ما بحبش الميزان في عادتي، يعني شخصيتي انا ما بحبش الميزان، انا بحب ان انا اشوف مقاساتي مختلفه، لاني اوقات عضلاتي انا بلعب رياضه فبخس دهون، ممكن عضلاتي تزيد فوزني كمان يزيد، اوكي؟ فده ده وزن عضلات مش وزن بقى دهون، فاهمين قصدي؟ بس كده، يا رب تكونوا بخير، ويكون فيديو مثمر عليكم. انا بجد مبسوطه قوي اني صورت لكم الفيديو ده، يا رب ان شاء الله تستفادوا منه وتعملوا كل الخطوات دي، ولو في حد عمل خطوات تانية انا ما عملتهاش وفرقت معاه اكتب تحت في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، واستنوني فيديوهات كتيره قوي ان شاء الله، اكتب لكم مواعيد الفيديوهات اللي احنا هنطلعها او هننعلها على القناه هنا تحت في الديسكربشن بوكس، في صندوق الوصف في الديسكربشن بوكس اصلا، وكمان التعليق المثبت. اشوفكم على خير، مع السلامه.